يعني محافظة جنين هي من المحافظات الزراعية وذات مساحة كبيرة، حيث يبلغ مساحة هذا المحافظة حوالي 883,000 دونم. بالنسبة وهي طبعا محافظة جنين متميزة بالكثير من الفروع الزراعية، سواء في مجال الخضروات أو في مجال البستنية أو في مجال الثروة الحيوانية. فيما يتعلق في مجال الفراولة، هذا المحصول من المحاصيل الحديثة التي دخلت إلى هذه المحافظة منذ حوالي يعني عام 2007، وكان هناك مشاهدات لزراعة الفراولة في مواقع محددة في هذه المحافظة، وكانت هذه الزراعة من الزراعات الاقتصادية ليس من الزراعات التقليدية. كان الهدف هو تنويع الإنتاج بحيث أنه لا ينحصر المزارع بزراعة المحاصيل التقليدية كالبندورة والخيار وغيرها من المحاصيل، بحيث يكون هناك في اختناق في التسويق. فتم التطرق لهذه الفكرة من أجل تنويع المحصول الزراعي وإدخال محصول جديد إلى مناطق الضفة الغربية. فقامت وزارة الزراعة بعمل هذه المشاهدات وتنفيذها لدى بعض المزارعين الرياديين في المحافظة، ويعني هذا المحصول أثبت نجاحه في هذه المحافظة، بحيث الآن لدينا حوالي 42 دنم في هذه المحافظة. وتدرج تطور زراعة هذا المحصول، بحيث كان في البداية هو عبارة عن محصول أرضي يزرع في الأرض في الحقل في الأرض، وبعدها أصبح يعني يزرع في بيئة معلقة داخل البيوت المحمية، من أجل التغلب على العديد من المشاكل، وأهمها مشاكل التربة التي تكون موبوءة في بعض الأفات الزراعية. وهو مثل ما حكينا الفراولة من المحاصيل الاقتصادية المجدية، سعرها يعني مناسب عند حماية هذا المحصول. ونحن طبعا نشجع باقي المزارعين إلى يعني التطلع والتعلم من هذه المشاهدة من أجل زراعة هذا الفراولة والتنوع في المحاصيل الزراعية. اليوم احنا في احد المشاريع الزراعية المميزة والمهمة اللي هي الزراعات المعلقة، وخاصة في مشروع اللي هو زراعة محصول الفراولة، اللي هو يعتبر من المحاصيل ذات الميزة النسبية ايضا، وبالتالي ايضا محصول مهم جدا بتوفير سلعة وطنية فلسطينية بديل عن السلعة الإسرائيلية اللي تطرح بالأسواق بجودة قليلة. والله هي شغلة ليش اخترنا الفراولة. الفراولة يعني عملنا تجربة بسيطة، كانت بال2007 زرعنا على داخل بيت بلاستيك، شفت انها في نسبة نجاح، طبعا ما زادتش النجاح عن 40%، كنا زارعين بالتربة العادية. فبعدها بإحدى الجولات داخل الخط الأخضر شفنا مزارع زارعين بالطريقة اللي احنا زارعين فيها. فبعدها بال2013 احنا عملنا هاي النقلة من الزراعة بالتربة العادية لزراعة بالتربة المعزولة. يعني الفراولة هي من أجود أنواع الخضروات التي تنتج في محافظة جنين، والفراولة بالذات هي إذا ما قارناها بالفراولة الإسرائيلية وغيرها فهي ذات جودة عالية جدا، وذات نكهة وذات طعم وذات لون، ومميز جدا بجودتها العالية في محافظة جنين. يعني احنا سياستنا في وزارة الزراعة هو تشجيع المنتج المحلي في كافة الفروع الزراعية، والفراولة هي أحد هذه المنتجات. عندنا الفراولة ذات إنتاجية ويعني منتج عالي جدا، ويعني المواطن بذاته هو يرى الفراولة الإسرائيلية قد تكون موجودة في الأسواق والفراولة المحلية، ويرى كيف تتفوق الفراولة الفلسطينية على الفراولة الإسرائيلية، وهي يعني بذات إنتاجية عالية. وحتى يعني في بعض هذه البيوت المحمية المعلقة هناك العديد منها هو يعني يدار بنظام الكمبيوتر، بحيث يتم التحكم بالعمليات الزراعية في رش المبيدات وفي التسميد والري في بواسطة الكمبيوتر، ويتم استخدام المبيدات الآمنة بحيث لا يعني عند استهلاك هذا المحصول لا يكون هناك في متبقيات في محصول الفراولة، فهو ذات جودة عالية وأفضل من يعني المنتج الإسرائيلي. هذا المحصول طبعا بيتم تداوله بالأسواق الفلسطينية. دورنا إنه تدريب الطالب في هذه الزراعات المميزة، في هذه الزراعات الحديثي ايضا، ونقل اللي هي التطبيق الجانب النظري والمعلومات اللي بتعلمها داخل اسوار الجامعه وداخل الصفوف الافتراضيه ايضا الى مجال تدريبي وميداني، والتركيز على الجانب الميداني في هذا الجانب، بحيث يتعلم الطالب جميع العمليات الحقليه في ايام حقل نقوم بها في عده مزارع سواء داخل المحافظه أو خارج المحافظة، خاصة وأن طلابنا هم من في محافظة جنين من كل المحافظات الشمال، الفرع المركزي عندنا في كل
اللي تزرع هو في فرع جنين للشمال كله، عندنا بعض الطلاب ايضا في بعض المواد بياخذوها في فرع طوباس، لكن معظم الطلاب هم من كل محافظة، ذلك ترى محافظة نابلس ومحافظة قلقيلية وسلفيت، ومن كل المحافظات عندنا طلاب موجودين اللي هم بيظهروا خلفنا في هذا المجال في هذا اليوم الحقل واليوم التدريبي. احنا اليوم في مقرر تدريب عملي واحد، مقرر تدريب عملي واحد يعتمد على الزيارات الميدانية التي تتعلق بتخصص الإنتاج النباتي وتخصص الإنتاج الحيواني وتخصص التسويق والإرشاد الزراعي. الهدف من هذه الجولات اللي هي زيارة مختلف المواقع اللي لها علاقة بتخصص الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني أو التسويق والإرشاد الزراعي، هدف الجولات اطلاع الطلبة على واطلاعنا على في كل زيارة في موضوع نطلع عليه. زيارتنا اليوم في موضوع مهم جدا وموضوع جديد على البلد اللي هو بتعلق بإنتاج التوت أو الفراولة خلينا نحكي، وخصوصا بالزراعة الزراعة الحديثة اللي هي الزراعة المعلقة. يعني ليش احنا زرعنا بالطريقة اللي احنا زرعنا فيها؟ الطريقة زراعة بالطوب المعزولة بالقنوات اللي يعني بالمعلق أفضل، لأنه في جودة ثمار، وأهم شيء إنه إحنا كان هدفنا توفير المي، لأنه كان في شح بالمياه اللي تستخدم للزراعة. إحنا بالمساحة اللي إحنا نزرعها تقريبا حوالي 14 دونم، بنستخدم نص الكمية اللي إحنا نزرعها لو بنزرع على الأرض المفتوحة، لأنه عدد الأشتال بالدنم زاد 3 أضعاف، كمية الأشتال زادت، بالإضافة إلى جودة الثمار إنها غير يعني ما بصلها أي تلوث من التربة أو من الحشرات أو معزولة عن الجو الخارجي للمزارع الثانية، وبالتالي صار في تقليل لاستخدام المبيدات، تقليل لاستخدام المياه، وهذا كله بعود على إن ننتج إحنا ثمار ممتاز جداً وبمواصفات وبمذاق عالي وجود عالي جداً. هو موجود حالياً، يعني إحنا لدينا في يعني مناطق الضفة الغربية حوالي 100 دنم من الفراولة، وتتركز هذه المساحات في محافظة جين وطول الكرم، والمحصول يسوق يعني بمعظمه إلى الأسواق الفلسطينية وهو متوفر الأسواق الفلسطينية. اليوم إحنا كجامعة من زور هذه المزارع حتى ندرب الطالب على العمليات الحقلية من الألف إلى الياء، سواء اللي متعلقة بالأشتال أو الزراعة أو عمليات التربة الصناعية أو عمليات اللي هي تحضير هذه التربة أو عمليات ترتيب الصواني أو عمليات الري أو عمليات التسميد أو عمليات مكافحة الأمراض، كل هذه العمليات الحقلية اللي بتتم أو التعشيب، كل هذه القضايا المهمة جدا حتى يخرج منتج وطني سليم وبجودة عالية للمستهلك الفلسطيني أيضا، وينافس المنتجات الإسرائيلية الموجودة بالسوق. وبهمنا أنه يترجم الطالب كل المعلومات النظرية إلى معلومات عملية، أيضا أسس الصرف، المضخات، التسميد الآلي في هذه المزرعة، في عندنا نظام محوسب للتسميد، أيضا أسس الري، المياه الخارجة من المزرعة، كيف التخلص من مياه الصرف، أيضا قضية القياسات اللي بتتم لها سواء المتعلقة في الحموضة أو الملوحة، أيضا بتقيسها من خلال الأجهزة وهذه مناسبتها لمياه الري، أيضا الحموضة والملوحة اللي هي كمية السماد اللي مستخدم، وأيضا استخدامها لمحاصيل أخرى، زي مثلا في هذه المزرعة في تكامل زراعي كامل، مثلا في زراعات مكشوفة، وأيضا في عندنا زراعة اللوزيات المروية أيضا بمختلف اللي هي المساحات الموجودة لهؤلاء المزارعين أو لزراعة الخضروات اللي هي المكشوفة. وبالتالي أيضا فيش عندنا أيضا فاقد في هاي المزرعة، وكيف عملية تكامل الإنتاج واستغلال مدخلات الإنتاج لصالح القطاع الزراعي بتقليل الخسائر وتوفير أيضا ثمن مدخلات الإنتاج عند المزارع حتى يستثمرها بطريقة صحيحة، وبالتالي نعظم الفائدة ونعظم الربح لدى المزارع. هذا هو الهدف. طبعا احنا كطلاب جامعة القدس المفتوحة سواء من جميع التخصصات، نباتي وقاية، تصنيع غذائي، انتاج حيواني، في تدريب العملي واحد احنا هلا بناخذ بخصوص
أكثر من شغلة. بلشنا في البداية أخذنا عن البذور، كيف عملية جمع البذور، كيف الوقت اللي ممكن إن إحنا نجمعها، تخزين البذور، طريقة تخزينها، أنواع البذور الموجودة، كيف نتعرف على أشكالها، بالإضافة إلى شو الأصناف الموجودة عندنا بفلسطين لأكثر من أنواع من البذور. بعدها تحدثنا عن كيف عملية تبخير البذور، زرنا شركة وتعرفنا على عملية التبخير، كيف تبلش التبخير وشو الأنواع اللي بتبخر وكيف طريقة التبخير الناجحة والصحيحة وإمتى بتصير عملية التبخير وبالظروف الصحيحة في التبخير. بعدها طبعاً اتعرفنا من الناحية النظرية على النباتات، لما زرنا عندنا في مصانع مثل مصنع التمور اتعرفنا على التمور كيف بتم عملية تصنيفها، كيف معاملتها، كيف تخزينها، وبإضافة إلى المعاملات اللي بتم معاملتها ابتداء من عملية إدخالها لتنقيتها واستخدام الأجزاء المفيدة والجيدة منها، وبنهاية بالتخزين والتصدير. احنا طبعا بحاجة، هو الاستهلاك يعني اكبر والطلب اكبر من لما نحكي عن 100 دنم، احنا بحاجة الى اكثر من هذه الكمية تكون موجودة في الأسواق الفلسطينية، واحيانا يتم استيراد بعض الفراولة من مناطق غزة التي ايضا تشتهر بمحاصيل الفراولة، فنحن بحاجة الى يعني مزيد من الزراعات، ونحن نشجع المزارعين على ان يحذوا هذه المشاهدات الناجحة لدى المزارعين الرياديين من أجل زيادة هذه المساحة في مناطق الضفة الغربية، يعني في المناطق التي تتلائم ظروفها مع زراعة هذا المحصول. كان بالبداية شوية في معاناة، بس بالتالي بعد تجربة الناس بتيجي عنا على المزرعة تقريبا من أغلب محافظات الضفة الغربية، حتى من القدس ومن الخليل ومن رام الله من بيت لحم، يعني في ناس زاروا المزرعة ورجعوا مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة. بالنسبة للمنتج اللي عنا طبعا كله بتسوق داخل الضفة، وإقبال عليه من منظره وشكله بالعلب صاروا بيعرفوا إنه هذا المنتج منتج من مزرعة أسامة وخالد، مزروع بمحافظة جنين بالضفة الغربية، وإحنا سميناها فراولة فلسطينية. لنميزها عن الفراولة الموجودة بالسوق، كان في فراولة تتهرب من إسرائيل، كان في فراولة تيجي غير مطابقة للمواصفات من غزة، وكانت تحجز على المعابر لقبل يعني فترة انتهاء صلاحيتها بفترة بسيطة جدا، كانت يعني تصل عنا للأسواق بمذاق سيء يعني شبه تالفي. فإحنا ميزنا الفراولة اللي عنا إنه إحنا منتجة على أرض فلسطينية وبأيدي فلسطينية وبعقول فلسطينية. إحنا إن شاء الله إنه ناويين نتوسع بالمشروع، وناويين إنه حتى ندخل شغلات جديدة بنفس الأسلوب اللي إحنا بنشتغل فيه بالفراولة المعلقة. يعني مثل ما حكيت أنا، كان في البداية يعني يزرع في الأرض المستديمة في الحقل، لكن الآن أصبح يزرع معلقا داخل هذه العبوات البلاستيكية، وهذه بيئة صناعية عضوية يتم يعني زراعة الفراولة فيها، وهي يعني مواد عضوية وتكون معزولة عن آفات التربة أو أي شيء بمس في التربة. هو محصول معلق، هو بعيد عن التربة، بعيد عن الأوساخ، بعيد عن الأمطار، بعيد عن أي ملوثات قد تكون موجودة في الزراعات الأرضية اللي ممكن لمسها يعني ثمار الفراولة. وبنفس الوقت إذا رأينا أي مناسب تقديم أي نوع من الخدمات الإرشادية للمزارع، سواء متعلق بالأصناف أو السلالات، أو أيضا متعلق بالمبيدات، متعلق بطرق الري أو كميات الري أو نوبات الري أو التسميد، هناك أيضا مختصين من الجامعة يقوم بتقديم هذه الخدمات للمزارعين اللي بطلبوا هذه المعلومات، إحنا بنوفر لهم إياها أيضا. وهناك تنسيق وتكامل أيضا بين جامعة القدس المفتوحة، كلية الزراعة تحديدا، ومديريات الزراعة ووزارة الزراعة في المحافظات، بحيث اليوم زي ما انت شايفين معانا مدير عام زراعة محافظة جنين، وبالتالي هذا تكامل من العمل بيننا أيضا بين القطاع الحكومي وأيضا مع الـNGOs، سواء المؤسسات المختلفة دولية أو محلية بالتالي هناك، والجمعيات الزراعية اللي في المحافظة أيضا بيكون فيها تدريب وفيها تكامل في العمل لصالح طلبتنا الأعزاء اللي هم فلذات الأكباد. بالنسبة لنا اللي إحنا معنيين نقدم لهم كل خدمة وكل معلومة، حتى نرتقي بخريج يكون عندنا مميز وقادر على الدخول والولوج إلى سوق العمل يشار له بالبنان، ويكون قوي ومميز بين خريجين كل الجامعات الفلسطينية. من خلال الجولة استفدنا معلومات كثير تتعلق في هذه الزراعة، وعرفنا إشي جديد موجود
في البلد والبلد بحاجة له، بيعتمد على كثير شغلات، بيعتمد على جودة المحصول أو جودة الثمار، وبيعتمد على المدخلات للزراعة والمخرجات، والأهم من المدخلات من ناحية المواد مثل الري. اعتمدنا هون، استفدنا موضوع التوفير بالمياه، حيث بتوفر الزراعة المائية المعلقة 40% من المياه اللي بتتم بالزراعة المكشوفة. وأيضا كان في جولات كثيرة سابقة، جولات تتعلق في الحبوب والبذور، وجولات تتعلق في المواد التصنيع الغذائي مثل الألبان ومصانع الألبان. والهدف اللي رح نستفيده من هاي الزيارات واستفدنا، اللي هي العلاقة ما بين سوق العمل والمؤسسات التعليمية، والأهم ربط الطلبة بين مخرجات مؤسسات التعليمية وسوق العمل تحديداً، وبحيث الطالب يكون مواكب لما بدرسه في الجامعة والموجود عندنا في سوق العمل. بالإضافة للتدريب العملي كتير استفدنا من ناحية اللي هي كيف نتعامل مع النباتات ببداية عملية الزراعة ولنهاية عملية الإنتاج، الظروف اللي لازم تنحط فيها النباتات سواء الرطوبة، درجة الحرارة، المياه، ممكن العناصر اللي بتحتاجها النباتات حتى إنها يصير في إنتاج لإلها. وكمان تعرفنا في التدريب، إحنا هلأ هون في المحل هون على التوت البري، كيف إنه الظروف اللي بنزرع فيها الأشتال، إنتاج الأشتال، إنتاج الثمار نفسها، بالإضافة لكيف عملية التسميد، وحدة التسميد، الري، التسميد عن طريق الري، كيف يتم التحكم فيها بجهاز معين. وكثير استفدنا كمان من هذا التدريب بناحية نظرية، يعني احنا نشوف الاشي بعيوننا اكثر من انه نطبقه في يعني الدراسة فقط. بالاضافة للبذور طبعا احنا حكينا عنها، وهذا اهم اشي يعني عرفناه بخصوص التدريب. الاشي النظري يختلف عن الاشي العملي، ولما تشوفه انت بالعين او تلمسه بالايد، فهذا اشي ممتاز بتوفره كلية الزراعة بجامعة القدس مفتوحة، مشكورين. فمن خلال الزيارات احنا كطلاب نتعرف على التخصصات المزروعات الجديدة او المصنوعات الجديدة اللي موجودة بسوق العمل، نتعرف على اصحاب العمل، وهذا اشي مهم نستفيد منهم الخبرة وتجربتهم في مجال العمل. مطلوب من الجهات الرسمية أنها تراكب الأسواق، تراكب الأسواق بالمنتجات الدخيلة على البلد. طبعاً هي اللي بتيجي سيئة جداً، بتيجي بمواصفات غير قابلة للاستهلاك الآدمي، يعني بتيجي الفراولة على أنا كنت أشوفها على العربيات اللي بتسوق الفراولة، المي نازلة منها، بالتالي هاي غير صالحة للاستهلاك. فهاي دور المطلوب من الجهات المختصة أنها تراكب الأسواق. تقريبا السعر يعني متقارب، ما في فرق عالي بالسعر. هي الموضوع بتعلق بالعرض والطلب، الكميات اللي بتيجي من غزة بيوم واحد تم عملية تسويقها بتوصل مثلا ل 8 او 10 طن، كمية الاستهلاك للضفة الغربية اذا ما بتتوزع صح بالتالي بصير في كثافة بسوق، بالتالي بينزل سعرها. السعر الحقيقي يبقى افضل من بالوقت اللي انت بتصير فيه الكمية موجودة بيوم واحد، يعني عملية النقل وتسويقها لسوق واحد هو اللي بيؤدي لنزول سعرها بالوقت اللي لازم تبقى محافظة على سعر معين. يعني وزارة الزراعة تقدم العديد من المساعدات للمزارع الفلسطيني، وخاصة عندما يكون لدينا مزارعين رياديين بمشاهدات ريادية وناجحة، تتبنى وزارة الزراعة وحتى المنظمات غير الحكومية الأخرى، يعني لا ننكر دورها كالإغاثة الزراعية واتحاد الجامعة الزراعي وغيرها من المؤسسات، تقوم بمساعدة يعني هؤلاء المزارعين الرياديين بتقديم يعني ما يمكن تقديمه من مدخلات إنتاج، سواء يعني أسمدة أو يعني مبيدات احيانا، اي شيء ممكن المزارع يستفيده، قد يعني تلجأ هذه المؤسسات الى تقديم المساعده لهؤلاء المزارعين اللي هم ناجحين وانجحوا بجهودهم الذاتيه بالاساسيه، جهودهم الذاتيه الاساسيه التي عملت على انجاح مثل هذه الزراعات الجديده في الضفه الغربيه. الفراوله اللي موجوده عندنا يعني مش معالجه بمواد كيماويه،
يعني بالتالي بتاخذ صفات ومذاق طبيعي 100% برائحة وبمذاق للفراولة الشهية جدا، وبتتسوق طبعا يعني طازة وفريش وجديدة، بالتالي هذا بخليها تكون بمواصفات ممتازة. احنا ما بنقدر نكفي كمية احتياج السوق المحلي، وبالتالي يعني بصفي انه لما بزيد في مزارع وبصير في كمية انتاج عالي بصير ندور نفتح اسواق خارجية. ممكن.